السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روضة وأكاديمية العزيز النموذجية الصف التاسع مادة التربية الإسلامية معلمة المادة حنان العمائري. اليوم التاريخ 13 من نيسان 2020 الاثنين. اليوم عنوان الدرس سورة الحجرات الآيات من 11 إلى 13 المحافظة على حرمات المسلمين. دعونا نبدأ بتلاوة هذه الآيات. دعونا نبدأ بالمفردات والتراكيب. لا تلمزوا أي لا يغب بعضكم بعضا بالكلام الخفي أو بالإشارة. لا تنابزوا لا يذم بعضكم لا يذم بعضكم بعضا. لا تتجسسوا لا تتبعوا عورات الناس. لا يغتب لا يذكر أحد أخاه بما يكره في أثناء غيبته. تفسير الآيات. بداية قبل أن نبدأ بتفسير الآية 11 يجب أن نذكر على ماذا يجب أن يقوم المجتمع. المجتمع يجب أن يقوم على عدة عوامل، ألا وهي هذه العوامل تكون الاحترام، العدل، المساواة، الأخوة، التعاون والتراحم بين أفراده. فلا يجب على أي شخص في داخل مجتمع أن يعامل شخصا آخر باستعلاء، ولا يجب أن يعتدي عليه بكلمة أو بفعل، أي أنه لا يسخر منه، لا يتلفظ له بألفاظ يكرهها، لا يعتدي عليه بالضرب مثلا. وجعل الإسلام هذه الأمور محرمة، وأيضا النبي أكد على كلام الله سبحانه وتعالى من خلال الأحاديث النبوية على تحريم هذه الأفعال. فلدينا حديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا يشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي هذه الآيات من سورة الحجرات جاء تأكيد على حرمة أعراض الناس وحفظ كرامتهم. سنبدأ بالآية 11 وما هي الأمور التي ذكرتها. أول أمر ذكرته الآية وهو تحذير السخرية من الناس. الله سبحانه وتعالى حرم السخرية من الناس.
الله تعالى كرم الإنسان وعز الإنسان في هذا الكون، فمن نحن حتى نأتي ونهين بعضنا البعض؟ إذا الله تعالى كرمنا، فمن نحن حتى نهين بعضنا البعض في هذا الكون وفي هذه الدنيا الزائلة؟ وهذه الآيات حذرت المسلمين كانوا رجالا أو نساء، رجالا أو نساء، من الاستهزاء بالآخرين والسخرية منهم. لماذا الآيات حذرت من السخرية؟ لأن فيها واحد اعتداء على ما خص به الله تعالى الإنسان من تكريم، كما ذكرنا أن الله تعالى عز الإنسان وكرمه، فلا يحق لأي شخص أن يأتي ويهين شخص آخر أو يسخر منه. ثانيا، فضلا عما يسببه من فتنة وعداوة بين الناس، يؤدي ذلك إلى فتنة وكره بين الناس، بين بعضهم البعض، فلا يوجد شخص يحب أن يسخر منه شخص آخر. السخرية مرفوضة وهو طبع قبيح الله تعالى حذرنا منه، فهو يؤدي إلى العداوة، وبالنهاية يكون المجتمع والأشخاص في هذا المجتمع يكرهون بعضهم البعض، وتكون فالخيرية بين الناس دائما تكون بالتقوى والعمل الصالح. ميزان التفاضل عند الله تعالى هو التقوى والعمل الصالح. ثانيا، ما جاءت به هذه الآية الأمر الثاني وهو تحريم اللمس. ما معنى اللمس؟ كما ذكرنا أنه لا يعب بعضكم بعضا بالكلام الخفي أو بالإشارة، فنجد هذا الطبع في أيامنا هذه منتشر جدا بشكل كبير. والله تعالى حرم وحذر الإنسان من التطبع بهذا الطبع، بأن بعض الناس يتهاونون بهذا الفعل ويقومون بالإساءة إلى غيرهم بكلام خفي أو بإشارة أو بحركة عين وما إلى ذلك، وهذا سلوك محرم. لماذا هو سلوك محرم؟ أيضا لأنه فيه تقليل من شأن الآخرين وإفساد العلاقات بينهم، ويوم القيامة يلقون جزاؤهم. والله تعالى قد يبتليهم في الدنيا نتيجة سخريتهم من الناس، ويكون أيضا عقابهم يوم القيامة وهو النار. تابعت الآيات الكريمة إلى أمر ثالث وهو تحريم التنابز بالألقاب. جاءت هذه الآية أيضا لتحذير التنابز بالألقاب وتحريم هذا الفعل. لا تنابزوا، أي لا يذم بعضكم بعضا. من حق الإنسان أن لا يناديه أحد آخر بلقب يكرهه ولا يحبه، أو أن يحرجه أمام الآخرين ويناديه بألفاظ وألقاب لا يحبها. وقد صان الإسلام للإنسان هذا الحق بتحريم إيذاء الناس بالألقاب، وكان النبي قد غير ألقابا وأسماء كان ينادى به أصحابه قبل الإسلام، مراعاة لشعورهم وحفاظا على كرامتهم الإنسانية. إذن لا يجوز أن ننادي بعضنا البعض بألقاب نكرهها أو يكرهها الشخص الآخر، لأن فيها إهانة للشخص وإحراج إليه أمام الآخرين. وقد جاء في هذه الآية، كان سبب نزول هذه الآية إلى تنابزه بالألقاب، أنه جاء وفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفد بني سلمة إلى رسول الله، جاءوا إليه وكان منهم الرجل، كان منهم الرجل في هذه القبيلة له اسم أو اسمان أو ثلاثة ينادونه به بألقاب أخرى غير اسمه، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء يكره ذلك، فنزلت هذه الآية. أربعة، تحريم الظن السيء. الآية 12 حذرت المسلمين من أن يظنوا ظن السوء ببعضهم البعض، لأن هذا الأمر عند الله تعالى عظيم، أي لا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه مواضع الشك والشبهة، وعليه ألا يظن بإخوانه إلا خيرا. أما الظن السيء فهو محرم، لأنه تعريض بكرامة الإنسان من غير دليل. أن يأتي شخص ويظن بأخيه أو بزميله أو بأي شخص في هذا المجتمع أن يظن به ظن سوء المسلم وهو بريء من التهم حتى يظهر غير ذلك. لدينا خياران عندما نظن ظن السوء، نحن لدينا خياران، لدينا خيار الخير ولدينا الشر. يجب على المسلم دائما أن يذهب إلى إيش؟ أن يذهب إلى الخير، إلى ظن الخير، نترك الشر لأن فيه إثم وفيه عواقب وخيمة نحن لا نريدها. دعونا بالظن الخير لأن فيها ثواب للمسلم عندما نظن هذا الظن، بغض النظر ما هو الشيء الصحيح في هذا الموضوع.
وقد يؤدي إلى إطلاق أحكام ظالمة عليه من غير دليل. أنا عندما يأتي الشخص ويظن ظن سيء بأخيه المسلم أو بزميله، فإنه قد يظلمه إذا ظن فيه ظن السوء، ظن الشر من غير دليل. فالأصل في الإنسان أنه بريء من التهم. أنت بريء من التهم حتى يبان غير ذلك. أنا لدي خياران، خيار الشر وخيار الخير، والخيار الثاني هو الخير. دعوني أظن الظن الحسن والظن الجيد والظن الخير حتى ألقى الثواب من الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يترك الريبة والشك في الناس. لا يوجد داعي من أننا نراقب أو نظن الظن السيء دائما. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. خامس أمر في الآيات وهو تحريم التجسس. التجسس وهو أمر يعني نلقاه في أيامنا هذه كأنها مهنة لبعض الناس، كأن بعض الناس جسدوا أنفسهم. لإيش؟ لأنهم يقومون بمراقبة الناس ماذا يفعلون. يعمد بعض الناس إلى تتبع عورات الآخرين لكشف ما خفي منها، مما يؤدي إلى انتهاك حرماتهم وفضح سرائرهم. نحن لنا ما يعطينا الشخص عن نفسه، أما ما يخفي فنحن ليس لنا بهذا شيء، هو بينه وبين الله تعالى، لا دخل لنا بالسرائر. نحن لنا بما يعطينا الشخص فقط عن نفسه. إذا يجب على المسلم ترك ما ستر عليه من الناس والاكتفاء بما ظهر منهم، فلنا الظاهر والله وحده يتولى السرائر. وقد حذر النبي من التجسس على أخبار الناس بقوله: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك يوم القيامة. الأنك وهو الرصاص المذاب، يعني هذا الحديث يبين لنا عظم هذا الذنب وهذا الفعل، يعني أنه نحن إذا قمنا بفعل التجسس لبعضنا البعض فيوم القيامة سيصب في أذنينا الرصاص، الرصاص المذاب يوم القيامة، أبعدنا الله عنها. خامس أمر وهو تحريم الغيبة. المسلم يحرص على ستر عورات الناس وزلاتهم، فلا يشهر بها أمام الناس. وقد عرضت الآيات الكريمة الغيبة بصورة تتأذى منها النفوس السليمة. إذا لاحظتم في الآيات أنه جاء لاحظتم أن الله تعالى شبه الغيبة بأنها ماذا؟ مشهد من يدرك حرمة أخيه بالمسلم الميت بأن يأكل لحمه، شبه الغائب بأنه مثل الميت، والذي يتكلم عن كأنه يأكل لحمه. وشبهت الغائب بالميت لأن الغائب لماذا؟ لأن الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه كالميت، والغيبة سبب لانعدام الثقة والمحبة بين الناس. فعلى من يغتاب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يجب دائما على الإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء وطلب المغفرة عن هذه الأفعال. ثم جاءت وختمت الآيات الكريمة وتحدثت عن معيار التفاضل بين الناس، ألا وهو التقوى. فالناس كلها من آدم وحواء، فلا تفاخر بينهم. ما جعلهم الله تعالى من منابت شتى إلا من أجل التعارف فيما بينهم. إذن ما هي القاعدة الشمولية التي ختمت فيها الآيات الكريمة؟ هي أن معيار التفاضل بين الناس هو التقوى. فالناس جميعها مخلوقة من طين، ولا فضل على إنسان آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. هنا نكون قد أتممنا درس اليوم الواجب، هو حل الأسئلة صفحة 86 على الدفتر زائد نشاط بيتي صفحة 85. دمتم بحفظ الله ورعايته، نلتقي في القمة أكاديمية العزيز.